إذاعة سلطنة عمان. ونحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والأفكار وعدم مصادرة الفكر، لأن في ذلك دليلا على قوة المجتمع وعلى قدرته على الاستفادة من هذه الآراء والأفكار بما يخدم تطلعاته إلى مستقبل أفضل وحياة أسعد وأجمل. البث المباشر، مواضيع مختلفة على بساط الحوار، نحن معكم وعلى الهواء مباشرة ومع برنامج البث المباشر. البث المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم مساءاتكم جميعا بكل خير وبكل سعادة. تحية خاصة لكم جميعا من هنا من مركز عبان الدولي للمعارض والمؤتمرات. حلقتنا اليوم مباشرة من هنا، البث المباشر من مركز عمان الدولي للمعارض، حيث الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب في دورة الجديدة. الافتتاح سيكون اليوم بمشيئة الله الساعة 7 مساء برعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. معرض الكتاب من 21 فبراير إلى 3 مارس. عادة يكون الافتتاح صباحا من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء ما عدا الجمعة. الجمعة من 4 مساء بعد العصر إلى حدود الساعة 10 ليلا. عدد كبير من دور النشر والمكتبات من داخل السلطنة ومن خارجها تشارك في دورات، عادة دورات مسقط للكتاب. وفي هناك جناح، في هناك ركن، في هناك مساحة كبيرة للكتاب العماني. هي أيضا مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة من السلطنة تشارك بفعالية في معرض مسقط الدولي للكتاب. اليوم حلقتنا إن شاء الله كذا استثنائية من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، ونحاول أن نلخص ما سيتم خلال الساعات القادمة في الافتتاح وما بعد الافتتاح والعشر أيام القادمة لدورة مسقط ومعرض مسقط لهذا العام. هذه تحيات فريق البث المباشر من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات في الإشراف الهندسي يونس، مهندس يونس بن حبيب المسافر، مهندس سعود بن أحمد الحراسي، مهندس النقل الخارجي مهندس سلطان بن سعيد الرواحي، مهندس سالم بن محمد الشيدي، هندسة البث والوصلات مهندس طارق المعولي، مهندس محمد لهيبي، مهندس المنتصر الجهوري، وفي الإعداد خالد الحجري. وهذه تحياتي أنا خالد الزجالي، وفي الإخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. البث المباشر منكم أقرب.
تحية لكم جميعا من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، والتحذير لافتتاح دورة مسقط للكتاب إن شاء الله الساعة 7 مساء. احنا في حلقة تعريفية بما سيدور إن شاء الله في معرض الكتاب. على فكرة عندنا برنامجين، برنامج على الإذاعة الأجنبية إن شاء الله من الساعة 5 إلى الساعة 6 مساء، سيبدأ إن شاء الله هذا البرنامج من الغد إن شاء الله يوم الخميس. أما الإذاعتين، الإذاعة العامة وإذاعة الشباب، إن شاء الله في بث مشترك أيضا من هنا من معرض الكتاب من الساعة 6:30 مساء إلى الساعة 8 مساء. النادي الثقافي لمساحة الجميلة في معرض الكتاب، ومشاركة أيضا مميزة، والتعريف إن كان بالنادي الثقافي أو عن إصداراته أو عن نشاطاته إن شاء الله في الجناح الجميل الأنيق للنادي الثقافي في معرض مسقط للكتاب. ضيفتنا في الوقت القادم الفنانة التشكيلية المعروفة عالية الفارسية، وهي عضوة في النادي الثقافي، عضوة مجلس الإدارة في النادي الثقافي. أستاذ عليا مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. نعرف الوقت ضيق وفي استعدادات خاصة، والجميع يشتغل كذا، أنا أتوقع حتى النفس الأخير للتحضيرات والاستعدادات. نطمئن على جناح النادي الثقافي. والله على قدم وساق مثل ما يقولون، الحمد لله الجناح خلص تقريبا قبل شوي، انتهينا من الديكورات، أنا كنت ماسكة الديكورات، وإن شاء الله بتكون في عدد هذه السنة 11 إصدار جديد في جناح النادي الثقافي، وعندنا أيضا فعاليات بتكون أيضا في جناح النادي الثقافي، فعندنا أكثر من فعالية. هذه ما أول مرة صحيح؟ لا يعني لا ما أول مرة. النادي الثقافي مشارك وله جناح الخاص، لكن كل سنة أتوقع في نوع من التقييم وفي شيء مختلف وفي شيء جديد وركن كذا يجذب الناس، مثل ما النادي الثقافي أيضا جاذب لمجموعة من المثقفين ومجموعة أيضا من المهتمين بالجانب الثقافي من خلال أنشطتكم المختلفة. ماذا يجد يعني الزائر لجناح النادي الثقافي؟ هذه السنة احنا ضفنا ركن جديد، يعني هو ركن بعض الندوات أو الفعاليات الصغيرة اللي حنسويها، مثلا الاحتفاء بالفنان الراحل سالم علي سعيد، يكون في ندوة خاصة له. ممتاز. زائد ان نجيب مثل هذه المواضيع. أيوة. زائد ان جبنا فنان تشكيلي راح يرسمه في خلال ذيك الفترة اللي هم احنا نحتفي فيه، يرسم الفنان يرسم سالم، اي بورتريه يكون. أيوة. وعندنا ايضا اكثر من فعالية مع القطريين، عندنا تجارب ثقافية خليجية مع دولة قطر أيضا، مثلا ملتقى المؤلفين القطريين. عندنا أيضا الاحتفاء بمشروع رحلة النص العماني، مشروع ترجمة النص العماني إلى عدة لغات، يعني هذا الشيء جديد حلو في النادي الثقافي، إنه ما بس تكون إصدارات، إن شاء الله بتكون ترجمة. إحنا ترجمنا النص العماني إلى عدة لغات، منها اللغة الأوكرانية والأذربيجانية والبوسنية والألمانية والروسية إن شاء الله. يعني نشاطكم المعتاد في النادي الثقافي وفي مسرحكم الأنيق هناك في القرم نقلتوه مصغر إلى مركز عمان الدولي للمعارض ومركز ومعرض الكتاب. أي ضروري يكون عندنا ركن هنا في معرض الكتاب، وأيضا الفعاليات تكون موجودة. المساحة ضيقة، أنا شفت حوالي 4 كراسي 5 كراسي. هذا اللي أعطوني. لو جوكم الناس مثلا، هل في إمكانية، ما أعرف، هل يتم التنسيق مثلا مع إدارة المعرض مسقط؟ أنا شايف في مسارح. أي. ولا المسارح معدة لأشياء أخرى مثلا؟ لا لا، ممكن إذا في ندوة نحسها أنها بتجذب ناس كثير من الإمكان، يعني ناخذ إيقاع أكبر ويكون في يعني تحضير لهذه الندوة بشكل أكبر. يعني الإصدارات، يعني إصدارات النادي الثقافي معروفة، أيضا حولت جزء منها أو كنوع من الترويج في ركن خاص عندكم في الجناح المعد للنادي الثقافي. نعم. إيش على إيش ركزتوا تحديدا؟
هو أكثر كتاب اللي الحين كثير، هذا الكتاب هو مشروع الاستثمار في الثقافة، يعني هذا التركيز. أنت الحين ما شاء الله إحنا نادي الثقافي هذه السنة كمل 35 سنة على يعني على إنشائه وافتتاحه في أيوة ذلك الوقت. نعم، تحت أكثر من مسمى طبعا كان الجامع، النادي الجامعي، نادي الجامع التخرج. نعم، فكان من الإصدارات المهمة هو المشروع الاستثمار في الثقافة. الاستثمار في الثقافة. أي صدر لنا. شفت رجوله بشكل جميل. إن شاء الله هذه السنة بيكون يعني بتكون في ندوة وبتكون يعني أكثر من فعالية في هذا الكتاب. الجانب التشكيلي، وأنت فنانة تشكيلية معروفة بكل تأكيد، ما غايب يعني اللمسة التشكيلية موجودة أساسا في لازم في, في, في جناح النادي الثقافي. أنا لاحظت هذا الأمر. أيوة. حتى سألتك عن مجموعة من الصور ربما مجهول حتى من صورها. صدق هذا الفنانين يعني من أيام النادي الثقافي في بداياته، يعني في الثمانينات ربما، في الأيام ما كانت تحت تسمية النادي الجامعي. النادي الجامعي بالضبط. يعني أنا دخلت في مخزن النادي الثقافي زين أكون صريحة مع فطلعت هذه اللوحات اللي هي حتى الفنانين ما مكتوب أسماءهم، ما عرفنا الفنانين منهم، وطلعتها وسويت لها فريمات، يعني حتى الزائر اللي ركن النادي بيشوف إن شاء الله يكون الفنان يمكن يمر يقول هذه لوحاتي أو حد ربما قريب له أو حد ربما عرف النادي. إن شاء الله هذه لوحات الفلان الفلاني مثلا، لوحات واقعية أو ربما كان هاوي في البداية. بالضبط، والله هو شكله مو هاوي، كان من يعني كان يعني لوحات جميلة جدا وقوية. يعني تعرفي هذا رجعنا إلى أن تاريخ الحركة التشكيلية في عمان قديمة ومتأصلة، وأن في مجموعة من الشباب ربما في وقت من الأوقات ما كان في مرسم الشباب اللي نعرف فيه ما بعد، ما في نادي ثقافي، ما في الجمعية، لكن كانوا بالفطرة فنانين. صح، كانوا موجودين. كان في مراسم في النادي الثقافي، من يعني أيضا في بعض الفنانين التشكيليين تأسسوا من النادي الثقافي. صح، هذا بعد إنشاء تحت طبعاً أي مسمى، لكن ما قبل الثمانينيات وطلابنا كانوا مثلا في الجامعات الخارجية العربية. نعم. أو الأجنبية. أكيد مروا بتجارب دول أخرى، فمن باب الفضول تعلم رسم أي شيء. طبعا وكان يعني النادي الثقافي مثل ايضا يعني هم الرسامين بداياتهم اغلبهم كانوا في النادي الثقافي، من النادي الثقافي ما كان في مرسم الشباب ولا صحيح. كان فيما بعد ما كانت صح. الجمعيه لسه فيما بعد هذا، لذلك أتمنى يعني في لوحات كثيره على فكره في النادي الثقافي مو عارفين من هم الفنانين، يعني ما موقعين على لوحاتهم، بس طلعتهم وعاد ان شاء الله يعني كل فتره نعرضها. لا وجيد ايضا عرضهم وفي مكان بارز، وكل من يزور وانا متاكد من ربما من بعد يوم الافتتاح الرسمي ان شاء الله بيجوكم ناس كثيرين، وانتم حتى ماخذين مساحه جيده في موقع مهم. طبعا حلو هذه، وفي ركن كثير خاص وفي البدايات يعني طبعاً مع بدايات في وسط المعابد. ايوه فلا بالعكس، يعني مثل هذه المشاركات إيجابية، وحلو أيضا نخرج من أماكننا ونروح إلى الناس حتى يتعرفوا على أنشطتنا. بالضبط. عندنا كثير بعد من الفعاليات اللي هي واحدة من الفعاليات أيضا الاحتفاء بمائة عام على وفاة الفقيه الكاتب الشيخ سليمان محمد الكندي. يعني هذه من الفعاليات المهمة أيضا رأيه. الاحتفاء بالناس اللي المثقفين لهم اللي هم تأثير. نعم. بالضبط وكذا. نعم. وعندنا الاحتفاء مثل ما قلت بتجربة سالم علي سعيد. الاحتفاء بمائة عام أيضا على ميلاد الفقيه الشاعر الشيخ صالح عيسى الحارثي. فهذه الاحتفاءات مهمة إن إحنا نذكر صحيح. هؤلاء المثقفين. وفيما يعني بعد ربما وهذا يعني أتوقع من ضمن أنشطة النادي الثقافي هذه الندوة توثق من خلال كتاب مثلا. أي طبعا بتكون من خلال كتاب، بتكون إن شاء الله ربما في المعارض القادمة ممكن يكون أيضا معروض هذا الكتاب كنوع من التوثيق. سادة علي الفارسي، وانت فنانة تشكيلية تجذبك أكيد يعني الفعاليات الثقافية، خلنا نتكلم التشكيلية تحديدا، خلنا شوي نبعد عن النادي الثقافي ناخذ الفنانة التشكيلية علي. لا لا ما نبعد كثير، ما نروح بعيد أبدا، لكن يعني أكيد عينك التشكيلية والفنانة حريصة على 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 ركن ما النادي الثقافي، حتى الأركان الأخرى المهتمة بالجانب التشكيلي، مهتمة أيضا بالكتب، ربما بدورات وغيرها. هل شفتي وأنت فنانة تشكيلية مع زملائك الفنانين التشكيليين
ظلتكم فعلا موجوده في النادي الثقافي في 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 في, في معرض الكتاب؟ والله انا شفت بعض المنحوتات التحف، اعتقد هي تابعه لفن صحار دائما. فن صحار ما شاء الله يعني نشيطين في هذا المجال ودائما موجودين متواجدين في هذه الفعاليات المهمه. فأنا شفت بعض المنحوتات الموجودة في المدخل الرئيسي للمعرض. أيضا اللي عجبني في جائزة السلطان قابوس حاطين اللوحة اللي فازت لرشيد عبد الرحمن، فازت في جائزة السلطان قابوس، فحاطينها في الواجهة، فعجبني أنهم حاطين الجائزة اللوحة اللي فازت. يعني في تركيز على الجانب التشكيلي. أي أي يعني فيه فيه. لكم نصيب كبير فيه. ما كبير، ما أقدر أقول كبير. لا على عنا طماعين يعني. ما عليه، بس على أقل تقدير يعني دخلين أي جناح تلاقي لازم في لمسة تشكيلية فيه. طبعا أي يعني حتى الديكور ترى لمسة. بالضبط هذا اللي أقول لك. أنا كنت أسأل على بعض المصممين للديكورات اللي موجودة يعني بعض يعني أنا حبيت في اللي هو في عندهم في جناح البحرين في ديكور جدا جميل، ويعني حتى المواد المستخدميها مواد بسيطة جدا يعني مسويينها جدا جميل الديكور. يعني شايفة أن الجناح إذا اهتم بهذا الجانب عامل الجذب يكون أكبر. طبعاً طبعاً. ممتاز. مهم صح. الألوان، الديكور، طريقة الإضاءة مهمة جداً لجذب الجمهور والقارئ. واليوم بعد الانتقال إلى هذا المكان الجميل والأنيق، أنا أتوقع حتى معرض مسقط خذ رونق آخر عشان المساحة الكبيرة، عشان المكان. بالضبط المكان اللي موجود يعني ما شاء الله يعني المركز المؤتمرات موقع جداً موقع من ناحية موقعه من ناحية التنظيم اللي فيه وكذا. يعني السنة هذه والسنة الماضية كان صراحة تنظيم جدا رائع. كعالي الفارسي المثقفة غير الكتب التشكيلية، إيش كذا يعني اللي ربما يجذبك أو نشنتي على شيء معين تقولين بكرة اليوم لازم أمر على هذه المكتبة؟ والله أنا أقرأ روايات كثيرة يعني أنا أحب أقرأ روايات، وبعض الأحيان أميل شوية للكتابات السياسية يعني أقرأ للسياسيين بعض السياسيين، مرات أبعد شوية لأنه شوية ينفذوني بعدين أرجع شوي. إن شاء الله يعني في بالي إن شاء الله كم رواية حابة أني أقتنيها هذه السنة. شايف أن المعرض فعلا فرصة للجميع. طبعا طبعا واحنا متواجدين. اللي يقرا جيد واللي ما يقرا يتشجع بان يقرا. اي طبعا طبعا يا ضروري القراءه جدا مهمه يعني، ولو ان الحين كثير يعني اسمع ان كثير ناس ابتعدوا عن الكتاب نفسه بوجود التكنولوجيا وتويتر فيسبوك وهذا، يقول لك انا افضل اني اقرا من بس ما يغني. اتوقع ما يغني المفروض يعني الكتاب كتاب تنهي انت في 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 قراءه من خلال التلفون من خلال جهاز ما تقدر ما يعني صعب. اي احسن انا افضل الكتاب، وبعدين يبقى الكتاب صحيح. يعني يبقى لاولادك بكره يعني تبقى في يبقى في المكتبه ان بكره اولادك احفادك يقول لك والله انا هاي قريت الكتب هذه وكذا، هاي زين انكم انتم ترجعوا لها وكذا. وجيد ان 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 يكون في البيت ولو مكتبه صغيره نرجع ضروري لها نشجع اولادنا. ضروري انا عندي مكتبه كبيره ما شاء الله حلو. لا تكونين يعني ميال وايد للتشكيلي. لا 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 مش الكتب مساحتك الأكبر فيها تشكيلي روايات أكثر. روايات روايات إيه أغلبها روايات. بس أطمن الأسر أن في مساحة كثير رائعة للأسر للأطفال تحديدا في مسرح خاص بالأطفال، في ركن خاص للأطفال، في ألعاب خاصة بالأطفال. يعني ألعب وأقرأ والثقف. والله أستاذ خالد الجمهور متعطش لكذا أماكن يعني في مرة بالسنة هذه يعني هذا معرض الكتاب من المعارض المهمة جدا، والحضور فيه دائما بشكل كبير. هذا اللي حلو في معرض الكتاب، وتشوف الجمهور ينتظره صحيح. من سنة لسنة يعني ويصاحب كثير من الفعاليات الثقافية طبعاً. والأدبية طبعاً. والفنية وهذا جانب كثير فعلا يعني 10 أيام أيام ثقافية جميلة تعيشها السلطنة ومسقط العامرة تحديدا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هذه دعوة للجميع لزيارة معرض الكتاب في دورته الحالية، وأيضا دعوة لزيارة جناح النادي الثقافي. حاضر جناح النادي الثقافي في قلب معرض مسقط الدولي للكتاب. كل تحية للقائمين عليه وتحية رائعة للأستاذة الفنانة التشكيلية عالية الفارسية. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا أستاذ خالد وشكرا على هذه الاستضافة. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا وتحية لكل ما
من يتابعنا وانضم للاستماع لنا، حلقتنا خاصة من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات. وين صندوق الكتب والطوابع؟ عندي رسالة بدم القلب مطبوع، أنا قلت للمحبوب فيها وقايع، وشرحت له كيف كان الحب وقوع. وين وين صندوق الكتب والطوابع؟ عندي رسالة بدم القلب مطبوعة، قلت للمحبوب فيها وقايع، وشرحت له كيف كان الحب وقوع. هو المجالس والمجامع بين هذيك المرابع، والمجالس والمجامع بين هذيك المرابع، أيام ما كانت الأحباب مجموعة، شوق في قلبي ولوع، شوق في قلبي ولوع. علينا مقاطع، حتى الكتب والرسائل منه ممنوعة، اشترانا مس ومسائي بايع، والحب ما هو بضاعة سوق مبيوعة، قاتل الله المطامع والمصالح والمنافع، قاتل الله المطامع والمصالح والمنافع، ان سبيل الحب بشيا غير مشروع، شوق في قلبي ولوع، شوق في قلبي ولوع. البث المباشر منكم أقرب. مرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام، من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، وانطلاق النسخة 23 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمشيئة الله الساعة 7 مساء في أكثر من 500,000 عنوان، تمثل 35% منها إصدارات حديثة. يتواجد 783 دار نشر، منها 603 دور نشر من 28 دولة. الافتتاح برعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. تبلغ عدد المشاركات الرسمية 53 مشاركة من جهات من مختلف دول العالم، فيما يبلغ عدد المشاركين في قسم الكتاب الأجنبي 32 دار نشر ومكتبة من دول خليجية وعربية وأجنبية. الشيء المميز أيضا، يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات: الدكتور عبدالله الغافري، الفنانة التشكيلية رابحة محمود، الشاعر طارش قطن. كما يشهد حفل الافتتاح تدشين الركن الخاص بمدينة صلالة ضيف شرف المعرض، اللي سيشهد برنامجا نوعيا مكثفا
من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة. أستاذ يوسف بن إبراهيم البلوشي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، رغم انشغاله لكن أيضا فضل بأن يكون على طاولة برنامج البث المباشر. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء النور أستاذ خالد، مرحبا بكم وحياكم الله في هكذا رحاب معرض مسقط دولي الكتاب. أنا شايف أعزاء علينا الله يبارك في فيك هذا المكان وشركاء لكم ومعاكم أيضا. نعم دائما وأبدا إن شاء الله. أنا شايف خلية نحل ما شاء الله، الناس يعني ما هدأت نهائيا استعدادا للحظة الافتتاح. قبل أن أتعرف على ما يدور قبل الافتتاح، أرحب بالشاعر والمثقف والصديق الجميل أستاذ عبد الرزاق الربيعي. أستاذ عبد الرزاق مساء الخير. مساء النور والسرور، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، كل عام والمعرفة والثقافة بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك. أستاذ عبد الرزاق جاي وكتب معه يعني هذه معاملة خاصة للمثقفين ترى، للكتاب وللشعراء. حلو بضاعتنا هذه اليوم تعرض هذه البضاعة للمثقف وللأديب وللشاعر ولعامة الناس. هذا موسمنا يعني. هذا موسم جني المعرفة وخير موسم. سيد يوسف البلوشي، ماذا يتم قبل ساعات قليلة من الافتتاح الرسمي؟ الحمد لله كما لاحظتم يعني العمل يمضي على قدم وساق من تقريبا أكثر عن أسبوع، ويمكن اليوم ما قبل الانطلاق فعلا يعني يوم يكون في كثافة للعمل للمتابعات اللمسات النهائية. فالحمد لله يعني مستعدين إن شاء الله، والانطلاق الساعة 7 بتكون إن شاء الله موفقة بإذن الله تعالى. يعني كل من يشتغل في معرض مسقط الدولي للكتاب ما أول مرة، مار بتجارب عديدة وكثيرة، لهذا نتوقع وأنت مدير المعرض ما قلق نهائيا. لا الحمد لله، الحمد لله الأمور مطمئنة، وأنا دائما أكون يعني أطمن الفريق اللي معاي ونحثهم أنكم اهدوا شوية بالضبط، ونعطيهم يعني هاي النوع من الدفعات الإيجابية لكي يعني يستمر العمل بالوتيرة اللي ننشدها جميعا، لأن نبرز هذا الحدث الثقافي الهام اللي يعتبر طبعا أبرز حدث ثقافي في السلطنة. صحيح. بلا شك يعني الجهود تكون فيها ضغوط، فيها يعني متابعات حثيثة ولصيقة باستمرار، لكن في النهاية والله الحمد تثمر عن نجاح يشترك فيها الجميع، فريق إداري، فريق إعلامي، فريق في خلية نحل، في فريق مواليد الصدفة، يعني اشتغلتوا بعد نهاية الدورة 22 بالضبط. لهذا نشوف بالضبط المعرض بهذا الشكل الأنيق والجميل. يعني معروف سنويا من أن ننتهي من كل دورة حتى نبدأ بالتحضير للدورة الثانية، فالحمد لله يعني نعم. أستاذ عبد الرزاق تعودنا ايه طبعا طبعا نعم. أستاذ عبد الرزاق أيضا يعني شريك جميل في معرض مسقط، معزز يعني هكذا رفع المعنويات طبعا طبعا. في 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 قلق، ولو يعني هل يسموه في قلق ايجابي ولا ما في قلق ايجابي؟ لا هو اكيد يعني لما يهجم عليك الجمال دفعه واحده يعني شوف 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 يعني الراد الله، انا من البارحه استعد نفسيا يا اخي مصطلحات الشعراء مختلفه استاذ يوسف. ها قال لك اذا ايش هجمة جمالية هاي اللي يعني دائما احنا يعني نترقب الهجمات الجميلة الجميلة صحيح فهم المثقفين امثال هو يعني مقدمة طبعا يثروا المعرض حقيقة، هذول شركاء حقيقيين لكم ومعكم بالفعل ايه ومساهمين بإيجابية. والأستاذ مثل ما وصف انه هو اكبر تظاهر يعني اكبر مناسبة ثقافية في السلطنة، احنا سنويا يعني ننتظر هذه المناسبة، وعلى صعيد الاستعداد بالكتابة والنشر ايضا يعني انت دائما هذا هادس لكن ايش راح اطلع بهذا المعرض، شو اللي العناوين اللي راح تكون موجودة بالنسبة الي انا يضاف الى منجزي الى مشواري مع الكتابة. هذا السؤال ليس أنا فقط، لا جميع المثقفين العمانيين، فهذا صحيح. يشغلهم لأنه المعرض هو هذا الساحة اللي راح يصير بها المحك، هو
مثل سوق عكاظ. أحسنت. اللي يجتمع فيه وكل واحد يبين فصاحته يبرز ما عنده. يبرز ما عنده. أيوة. أو أحيانا يذخر لمدة سنة شيء معين فيجيك. صح. يعني لأن في 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 تركيز إعلامي كبير في جماهير ربما أنت ما يعني ما تتخيل إنه ممكن يحضرون لتوقيعك أو لأمسية من الأمسيات. وإحنا يعني من ما هنا خصوصا يعني بمسقط ما نشوف القارئ. قارئك ما تلتقي به أنت ككاتب ما في مجال. يعني مثل في بعض العواصم يعني بغداد والقاهرة وبيروت هنالك مقاهي أدبية. صحيح. فيلتقي الكاتب مع القارئ العادي لكن هنا صار الضغط وين على النادي الثقافي على النادي الثقافي قائم بدوره أيضا المنتدى الأدبي قائم بدوره في صالونات اليوم أيضا موجودة عمل الدكتور السعيد عنده صالون كلها تجتمع تحت هذه المظلة اللي اسمها معرض مسقط الدولي للكتاب بس تحملونهم عبء كبير ترى استاذ يوسف يضغط نفسيا بهذا الموضوع والله يسعدك هذا الكلام استاذ يوسف يسعدني بالعكس انا يعني تجي هاي المجاميع الطيبه من المؤسسات الثقافيه وتجتمع تحت مظله معرض الكتاب هذا بالعكس يسعدنا كثير لانه مثل ما اشرت يثروا المعرض وبالتالي يعني يمكن هم يعني مجموعه موضوع الإبراز بالشكل الصحيح فعلا يكون من خلال معرض مسقط ذوي الكتاب لكن بالنسبة للبرامج اللي تعنى فيها المؤسسات الثقافية سواء المؤسسات الثقافية الحكومية أو المؤسسات المجتمع المدني أتصور هي هكذا في حركة مستمرة طيلة العام يعني لهم برامج ولهم صحيح. ينفذوا فعاليات ففي يعني حراك ثقافي محمود جدا حاصل في السلطنة عندنا من خلال هاي المؤسسات الثقافية نعم معرض الكتاب يجمعهم لكن لا يعني أيضا أنهم متوقفين طولة الطيل هو ليس متوقفين أنا لا أنا قصد الكاتب مع علاقته مع مع العلاقة المباشرة نعم مع القارئ يعني يجد هنا يجدها في هذا بشكل مكثف صح بشكل مكثف لكن مثلا في أمسية تقام مثلا تحت مظلة النادي الثقافي أو المنتدى الأدبي وغيره يحضرها أستاذ عبد الرزاق وزملائه هذول يتشافون لكن في مكان مثل هذا عام لا يلتقي لحمة وأيضا مع القراء العرب بالضبط هذه فرصة في ناس يجون من الخليج في هذا تحديدا لدورة مسقط نعم فأنت تفاجأ لما تجد يعني قارئ من السعودية ومن كذا وجايب كتاب كتابك ويطلب منك توقيعه هذا في سعادة الأجواء يعني اللي ينشدها الكل ينشدها وهذا اللي من أحد الأهداف المهمة اللي يسعى كل معرض كتاب وهو لم يعد سوق كتب هو لم هو ظاهر طبعا أحسنت يعني أصبح ملتقى ثقافي طبعا الـ 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 الأنشطة الثقافية تزداد سنة عن سنة الآن أربع قاعات أصبحت ما شاء الله فعاليات بالعشرات أصبحت يعني ومسارح معدة لهذا الأمر يعني مسارح معدة لهذا الأمر وأيضا هنالك تجري اجتماعات بين الكتاب والناشرين لطباعة مؤلفاتهم وتوقيع العقود بين الناشرين والناشرين الله ايضا بين الناشرين والناشرين استاذ يوسف يعني لازم تاخذوا منها نسبه ترى صفقات احنا ربما شرنا المؤتمر الصحفي لأن فعلا يعني معرض مسقط الدولي للكتاب الان اصبح يطلع بهاي المهمه منذ الدورتين السابقتين فعلا يعني انتهجنا منهج التأطير المهني لمعرض مسقط الدولي للكتاب يعني ما عاد المعرض بالمفهوم التقليدي أنه يكون هناك عرض وبيع وهكذا لا الآن المعرض أخذ الخط المهني اللي يجمع ما بين كل المشتركين في عملية صناعة الكتاب بالمعنى أن الناشر موجود المؤلف موجود شركات إذا كانت يعني أيضا فتحنا له المجال لمؤسسات طباعة موجودة فالجانب المهني هكذا الآن جالس يتعزز في معرض مسقط ذوي الكتاب وبنركز عليه ونتيجته يلمسها القارئ العادي ويلمسها أيضا المثقف ويلمسها أيضا من له ربما نشاط معين أو كتاب معين للترويج أو ربما حاب يوصل إلى دولة من الدول من خلال معرض مسقط ومن خلال هذه الصفقات لو جاز لنا أن نسميها صفقات أبو محمد لو بالنسبة حتى موضوع الصفقات يمكن يكون جزء تعرف أنه من خلال هذه الجانب المهني استطعنا
الحد من عمليات التزوير، من عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية. حلو. فأصبحت يعني العملية فيها تكامل جدا طيب طبق في معرض مسقط دول الكتاب منذ دورتين ومعزز في هذه الدورة. نعم. فالحمد لله يعني ماضيين بشكل متسلسل جيد جدا في والدور الثقافي لأن يعرف الأستاذ يوسف هو ما قصر، يعني كثير من دور النشر العراقية تواصلت وياي وطلبت أنه هم عندهم قراء، يعني عندهم شارع المتنبي مليان، صحيح يعني معروف قراء بالمئات، صحيح يعني هم عندهم زبائن كثيرين، لكن هو يريد يحضر هذا المحفل حتى يتواجد بين الناشرين. ممتاز. احنا حرصنا ايضا وكان في تواصل بيننا وبين الاخوان لهذا استاذ يوسف. اليوم معرض مسقط في دورة 23 ان ناشر من العراق او مكتبة من العراق او من سوريا او من اي دولة من الدول من القاهرة حابة ان تشارك، انا اتوقع اليوم بعد كل هذه الدورات وضعتوا لأنفسكم والاسم معرض مسقط مساحة على خارطة المعارض، خلينا نقول ما نوصل الدولية الخليجية والعربية اليوم حتى على الدولية. على الدولية. نعم نعم نعم. أصبح معرض مسقط دول الكتاب يصنف من دور معارض الكتب اللي تدور حركة النشر على مستوى العالم. ممتاز. نعم. وهكذا يعني هو يعني إيش المقومات عادة ليكون أي معرض من المعارض على خارطة المعارض الدولية واسم جاذب ومعروف؟ هو أستاذ خالد، مجرد أن اسم المعرض معرض مسقط الدولي للكتاب فأنت تحمل بشكل تلقائي الصفة الدولية، أنت معرضك اسمه معرض دولي. أي. فبالتالي كما أشرت هي تلقائيا أنك أنت خلاص تمارس المتابعات من خلال الإجراءات اللي معمول فيها على المستوى الدولي في معارض الكتب، فمعرض مسقط دول الكتاب هكذا يتساير. تسعون لهذا الأمر يعني من خلال ترويج، من خلال إعلان، من خلال لقاءاتكم الثنائية ربما مع دور نشر أو بالضبط هكذا تكون أو وزارات الثقافة في تلك الدول مثلا. من جانب آخر هناك اتحادات النشر العالمية هي اللي ترصد مثل هاي التصنيف يعني، وبالتالي هي تعطيك هذا الامتياز. احنا يعني مع اتحادات النشر العربية والأجنبية عندنا تواصل وهم عندهم راصدات ايضا في هذا المجال، تعطيك انت المستوى والمرتبة اللي انت كمعرض دولي وصلت لها بالضبط. فمثلا لو اخذنا على الصعيد الخليجي، معروف معرض مسقط دولي الكتاب يصنف ثالث من ضمن الثلاثة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون. ممتاز. معرض مسقط الدولي الكتاب على مستوى أيضا دول مجلس التعاون يعتبر القناة الأولى للمعارض الخليجية، كونه يقام في بداية كل عام أول السنة، إحنا في فبراير نتكلم، أول معرض خليجي هو يقام، فبالتالي تتفوج دور النشر وتنتشر في معارض الكتب الخليجية من خلال معرض مسقط دول الكتاب. وللأمانة يعني من خلال يعني نحن التنسيق القائم بيننا كمدراء معارض خليجية، الأخوة في دول مجلس التعاون يعتمدون كثيرا على أو يثقوا في القوائم اللي تكون مرصودة من قبل معرض مسقط دول الكتاب، فبالتالي عملية انتقالها أو مشاركتها في المعارض الخليجية الأخرى تأتي بشكل انسيابي جدا من خلال معرض مسقط الدولي للكتاب. نعم. فهذه أيضا ميزة مهمة ميزة جدا كثير مهمة. على المستوى العربي معروف المعرض حقق ثاني معرض عربي من حيث القوة الشرائية، ثاني. نعم نعم. من الأول؟ الأول معرض الرياض، الرياض ومعرض مسقط، وثالثا معرض الجزائر. نعم. يعني رقم متقدم. نعم. جدا سعد عبد الرزاق، هذا يسعدكم انت واصحاب كتب ومثير طبعا من خلال رصد اتحاد الناشرين العرب يعني. نعم. احنا كل ما نحبط يعني انه نشوف عزوف الناس عن القراءة ابدا ابدا، والاستبيانات هذه اللي تطلع بها طالعين بها مراكز الدراسات والبحوث، لكن نشعر بالانتعاش ولو مؤقت لما نسمع هذه الأرقام ولما نشوف هذا الناس اللي قاعدين يقولون على بعدين. إضافة لكل ما ذكر الأستاذ يوسف أنه اللي يخلي الناس تقبل على المعرض هو مساحة الحرية، هذه بنتكلم عنها. جميل. مساحة الحرية واسعة اليوم، كيف شوفها في 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 معرض مسقط عبد الرزاق الربيعي؟ حقيقة جدا واسعة، ويعني احنا سنويا ما نشوف كتاب يعني صدر ولا غير ولا منع ابدا. في كتب كثيرة موجودة وعليها يعني كثير لغط، لكن هي موجودة والقارئ هو اللي يختار، وما عادت القضية يعني لان لو المنع من هنا بتلاقي على بعض اخر، بتلاقي اليوم من خلال
خلال الشبكة العنكبوتية من خلال الانترنت. نعم ما في من هذا المنطلق هم نظروا للمسألة وبدأوا كثير يعني العناوين متواجدة بدون حذر بدون وعلى, وعلى 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 القارئ بأن يقيم يا أخي. أكيد 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 يعني أكيد. ما نصير أوصياء على بالضبط. على ناس اليوم عفوا هو بالنسبة لدور النشر تدرك تماما يعني مدى إلمام القارئ العماني بشكل عام من خلال معرض مصر الدولي للكتاب. فأيضا هي تحرص أن تكون إصداراتها ذات قيمة ذات ثراء ثقافي ذات غزارة إنتاج صحيح. فأيضا هم هذا الجانب ويعزز كثير أنك يكون معرضك مفتوح معرض يعني مساحة الحرية متوفرة فيه لأبعد الحدود والخطوط أساسا معروفة للكل يعني ما أعتقد اليوم يتجاوز الكاتب أو الناشر أو غيره أو صاحب مكتبة يعني في أمر في لغط أساسا ما من مصلحته حتى سعد رزاق هل من مصلحة مكتبة ولا دور نشر اليوم تنشر كتابه عليه لغط أساسا بالعكس ما بيجيب لها يعني خلي بين قوسين زباين يا أخي أكيد ممكن نضرب على الدخول حتى هذا هي من الأساس هذه الأمور يعني محسومة يعني صحيح فالكتاب اللي يجي أما إذا كان هنالك تأويل لقضية لمعنى لكذا هذه تبقى يعني مفتوحة للقارئ ويعني نعم هذه ما ويحدث في أي معرض أساسا أكيد موجود لا تدخل المعرض طبعا لا صح ولا لا أحيانا في كتاب معين الناس ما منتبه له سبحان الله أنا أقول من باب دعاية ولا إيش ولا ربما ترويج ولا نفس الكاتب ولا دور النشر تروح لك تطلع جزئية بسيطة ربما ما يطلع عليها الإنسان العادي أحسن في تغريدة ولا على أي موقع من وسائل التواصل حاصل صحيح ويلا عليها فوكس واركض يا سعد عبد الرزاق سجل واركض يا فلان سجل وتعال يا يوسف البلوجي تصير صحيح وفي الأخير تلاقي ما في شيء أساسا من الموضوع سعد عبد الرزاق مرت عليك مثل هذه أكيد لا موجودة موجودة لكن بالنهاية تبقى أكو معايير فنية ومعايير نقدية ومعايير ذوقية هذه هي اللي تحكم النتاج وتجعله يصل إلى الجمهور أيضا للقارئ دائما هو اللي يقيمها هو الآن أصبح القارئ واعي واعي وعارف إيش يختار وإيش يعني الأمور أصبحت واضحة ومن الأشياء اللافتة بالمعرض أيضا حضور الكتاب العماني طبعا يعني هذه سنة عن سنة هذه مساحة يعني جميلة ونتكلم عنها وهذا حقيقة يعني الأخوان القائمين على هذا المعرض يعني الجمعية التراث ووزارة الإعلام والجهات الأخرى قائمين بدور جبار للترويج عن الكتاب العماني والكاتب العماني ولهذا وبعدين حتى الجمهور القراء جمهور القراء اللي يجون هم يقصدون الكاتب العماني صحيح لأنه يعني ابن بيئته بالضبط صحيح ويعبر عنه وعن عن ضمن هذا الإطار الهم الإنساني وكذا هو يريد شخص يلامسه ولهذا كثير يسألوني وين نلقى الكتب العمانية دائما أنا لما نكون يقولون لي وين نلقى الكتب وين تنصحنا تقول لهم دار الانتشار بها كمية كثيرة من هذا اللي بغيت أذكره يعني أصبحت الآن دور النشر العربية أيضا يعني تسعى لأن تحصل على حقوق تأليف للكتب العمانية الكتب العماني ممتاز فأصبح الكتاب العماني يعني موجود الآن ليس فقط في معرض مسقط للكتاب بالصورة المكثفة حتى في المعارض الخليجية المعارض العربية الآن أصبح عليه إقبال كثير وإحنا أيضا نلاحظ طبعا من خلال مشاركة المؤسسات الحكومية في المعارض الدولية للكتاب هناك إقبال كبير على الإصدارات العمانية فالحمد لله يعني في كلا الجانبين الكتاب العماني سواء كان على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الخارجي أو حتى مثل ما أشرت تهافت أو إقبال دور النشر العربية لأن يعني تطبع أو تنشر الكتاب المؤلفات العمانية حاضرة لديها بقوة جميل. نعم. هو هذا حفز الكاتب أيضا لأن نعم. يكون منتج صحيح. وفي شيء آخر أيضا مهم وإيجابي وسعد الرزاق يحس بهذا الأمر أنه أصدر كتاب معين عملوا له احتفالية جميلة جلس يوقع
في معجبين، في أيضا من خارج السلطنة، في كذا، في تصوير، هذه بالعكس يعني أنت تحسن هذه طبعا طبعا طبعا. هذا هي هذه الوحيدة اللي ممكن تجعل الكاتب يعني في حالة انتشار أحسن. ليش؟ لأنه يعني بعد عناء الكتابة وعناء المتابعة والطباعة فيقطف ثمار لما يشوف قارئ ويناقشه بما كتب، وهذا هو يعني معناتها الرسالة وصلت. وفي سلفي وفي غيره، واليوم تنافسون يصبحنا فنانين ولاعبين كرة، صرتوا تنافسون بس ما ناس منافس خالد زجالي تستحقوا انتوا يعني بالعكس يعني وجودكم وكتبكم ثراء. أنا ذكرت بعض المعلومات سيد يوسف البلوشي، 500,000 عنوان صحيح؟ نعم. رقم تجاوزته عن السنة الماضية؟ عن السنة الماضية والسنوات اللي قبلها يعني، هذا رقم حصري لهذه الدورة. 500,000 عنوان. جميل، تمثل 35% منها إصدارات حديثة. وهذا شرطكم في معرض الكتاب؟ لأول مرة يعني تكون متواجدة في معرض مصر دول الكتاب هي. وهذا جيد. يعني من ضمن أتوقع ما يميز معرض مسقط أن فيه كتب جديدة، يعني ما أحط في المخزن لمدة سنة وبعدين أشيل عن الأخبار وأجيبه في الدورة القادمة، صح؟ نعم 35% هذا للقارئ أتوقع تشكل يعني طبعا، لأنه أنت توفر له يعني عناء البحث، ويعني كثير من الناس يسافر القاهرة يقول لي بخاطرك كتاب معين في بالي كتاب كذا أجيب لك إياه، أو واحد يروح يقول حتى أروح أو أروح للشارقة حتى أشتري صحيح من معرض الكتاب أو معرض كذا، بينما يجيك هو الكتاب، الكتاب الجديد هو يجيك موجود اليوم يعني موجود، يوفر لك جهد صحيح. كبير. أنا على فكرة يعني حتى عندنا لجان شراء تجي من دول عربية، دول مجلس التعاون، دول عربية، لجان شراء تشتري من معرض مسقط دول الكتاب باعتبار أن الإصدارات هذه خصيصا يعني جديدة نزلت في معرض مسقط دول الكتاب، ففي هناك تنسيق مع العديد من لجان الشراء اللي تزور المعرض بشكل سنوي، فالحمد لله هذا يعطي مثل دورة في لتفعيل هذا الجانب، كل ما يكون هناك إقبال على كل ما تشعر دور النشر أنها على استعداد أن هي تخلق هذا الجديد، وعلى اعتبار أنه في إقبال عليه سواء من الجمهور الداخلي أو حتى من الجهات اللي يجي من خارج السلطنة لأن يعني تقتني هذه الكتب من معرض مسقط. وكيف الأسعار يعني؟ والله الأسعار يعني في المتناول صراحة، أنا ما أخفي عليكم يعني أسعار هذه المكتبات الخارجية ولا للأفراد أيضا؟ بالنسبة للأسعار سادة بالأسعار يسأل يعني الآن هذه الأسعار العامة ولا الأسعار الخاصة؟ يعني مثلا في دور نشر عرض مجموعة من الكتب الجديدة في دورة مسقط، المعرض الآخر بعد شهرين في دولة من الدول الأخرى جو إلى مسقط عشان يأخذون كتب. نعم. هل هذه الأسعار تكون لا هو ما أعتقد تكون، أكيد بتكون مختلفة. مختلفة. نعم نعم، هو يعتمد على عدة معايير وعوامل، يعني متى ما كان المعرض يقدم مجموعة من الميز والتسهيلات أنت بتحصل أوردي يعني تلقائيا بتحصل هناك نسبة في عملية تخفيض على أسعار الكتب. إذا في معارض طبعا يمكن ما تقدم هذه الميز اللي تساعد الناشر أنه أيضا ما يتحمل أعباء إضافية وبالتالي هو ترتفع القيمة، يعني أتكلم لك مثلا عن موضوع شحن الكتب، تخليص الكتب، إيصالها، تخزينها في معرض مسقط دول الكتاب، كلها تتم بشكل مجاني، فأيضا هني أنت تعطي للناشر ميزة تحفزه أنه أيضا يعطيك الأسعار اللي ربما لا تتواجد في معارض أخرى. هل هذه الأسعار أيضا، خلينا بالمناسبة نسأل قبل الافتتاح بساعات لدورة مسقط القادمة، الأسعار عليها كلام؟ لأن أحيانا يكون
نوع من اللغط في هي في الأسعار في, في الأسعار صحيح. هي الأسعار الآن بيننا وبين الناشرين موجودة بيشعر فيها طبعا اللي من يبتدي المعرض بعد بكرة إن شاء الله للجمهور. أنتوا بعد بكرة بيكون الافتتاح للجمهور للعام اليوم هو بكرة لا عفوا بكرة لا بكرة اليوم الافتتاح الرسمي بكرة العام لا أيوة. بكرة العام أحيانا نتيجة الانشغال والتفكير يتوقع أحسن اليوم لأن من تعرف كيف من كثرة المقابلات فمقابلات في الإذاعة أمس أعلنت أنه بعد بكرة لا بكرة لا بكرة طبعا بكرة اليوم الافتتاح الرسمي طبعا نعم إن شاء الله فبكرة بتكون يعني معلنة وبيشعر فيها الجمهور بيشعر فيها إيجابا إيجابا إن شاء الله إن شاء الله إيجابا يعني إذا في تذمر احنا من اللي طالعين هوا وما نتكلم لا لا إن شاء الله أستاذ عبد الرزاق عنده أثير وعنده أيضا عندك عمودك مستمر صح في عمان وفي غيرها يلا ما نكتب ترى لنا لا 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 كتبوا اي شيء تلاحظون بالعكس انتم اللي تعطونا الاستشارات باستمرار يعني احنا نرفضها من الجمهور من الجميع يعني شريك في ان يوصلها مثل هاي المعلومات لاداره المعرض وان شاء الله احنا مستبشرين خير ان تكون لكن هي هل الاسعار ثابته يعني من بدايه المعرض الى نهايته البعض يرى انه ياخر شوي الشراء والله هو عشان يعني هالعملية ما شحن ومش عارف ايش وكذا نعم في بعض يعني لنهاية المعرض طبيعي انه يكون فيه هناك تخفيض بسيط تكون من قبل دور النشر يعني بس كتسعيرة احنا مع المشاركين هي تسعيرة واضحة هذه احنا نبني في تدخل منكم طبعا 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 يعني ما في بالمزاج وفي احيانا المبالغة لا لا وفي واحيانا صرفنا فندق وصرفنا اكل وتذاكر وغيره فنجي على حساب لا هي القارئ او حساب المزور في كل المعارض هكذا يكون القوائم لما ترسل يتفق عليها وهناك تحصل في نسبة تخفيض يعني في اكثر من اجراء يتم يعني بمعنى ان سمعنا في خلال الدورات السابقة يا اخي نفس الكتاب ولنفس لنفس الكاتب في المكتبة ألقاه بسعر ومع الأسف أشوفه في المعرض بسعر آخر أكثر ولا أقل أكثر طبعا أكثر المعرضة. فهنا في إشكالية أيضا المعرضة. ربما وصلتكم الملاحظة نعم. في الدورات السابقة إيش اللي ممكن أنا أعرفك مشغول وتحضر للافتتاح الرسمي إن شاء الله إيش اللي حابين كذا تذكرونا أستاذ يوسف البلوشي وشي كذا تتميز في دورة هذا العام والله الدورة هذه يعني فعلا تحمل في طياتها أشياء جديدة مثل ما أشرنا على العناوين 500,000 عنوان 35% منها جديد هناك أيضا موضوع التكريم هاي لأول مرة يكتم في هذه الدورة اختيار الشخصيات كيف كان وفق معايير في لجنة شكلت نعم نعم لجنة شكلت ودرست الترشيحات وفق معايير محددة وهكذا بتستمروا إن شاء الله إن شاء الله وتتطور يعني سنة على دكتور عبد الله الغافري نعم. الفنان التشكيلي رابح محمود نعم. والشاعر أيضا نعم. طارش قطن نعم. نعم. يستحقوا إن شاء الله نأمل يعني حتى في الدورة القادمة تتطور وتتوسع ويكون في أسماء أكثر ومجالات أكثر وهكذا يعني مبدأ التكريم مبدأ جيد جدا في ممتاز. في معارض يعني يضاف مثل ما ضفتوا المدينة للاحتفاء يعني بالمدينة الصلالة مثلا ممتاز وبنتكلم عنها أيضا السنة الماضية كانت سحار نعم. الحاضرة في دورة مسقط وقبلها كانت نعم. نزوة هذا العام صلالة شفنا يعني الاستعدادات وواضح فعلا يعني المكان مهيئ ان هذه صلالة بخور ومباخير وكل ما تتميز فيه هذه المحافظة الجميلة وعاملين برنامج معين استاذ يوسف طبعا برنامج ثقافي موسع للمدينة يعني يبرز كل يعني تاريخ جماليات حاضرا ومعاصرا تمخذين صلالة ولا ظفار إجمالا؟ لا مدينة صلالة فقط مدينة مدينة صلالة هي مخصصة يعني ضيوف لحواضر المدن لحواضر المدن نعم بالضبط فالمدن يعني ناخذ وإن شاء الله يعني هذا أيضا مشروع متواصل مستقبلا راح تكون بالإضافة إلى مدينة ربما تكون دولة وهكذا ممتاز. يعني أيوة النية موجودة إن شاء الله هاي مشروع يعني متكامل يعني ومتوسع كضيف شرف يعني كضيف شرف إن شاء الله معمول بي في كثير من المهرجانات يعني المعرض معرض مسقط ذوي الكتاب حقيقة يمكن في كثير من المشاريع الثقافية اللي كنا
يعني نريد ننفذها بشكل مرحلي، لكن في السابق ربما كان المرفق اللي يقام فيه المكان صحيح. أيوة كان ما غير يعني مؤهل لنا احنا كإدارة او كلجنة منظمة للمعرض ان ننفذ العديد من البرامج بحكم كما اشرت المرفق كان يحد من هاي الاشياء. الان الحمد لله المرفق يعني مثل ما تشوفون متكامل وجالس يتكامل ايضا صحيح. في مرحلة ثانية وثالثة، فهذا ايضا بيعطينا اريحية في عملية التوسع في البرامج الثقافية في المشاريع الثقافية في تنفيذ الكثير من الأفكار. في أفكار كثيرة يعني ما أخفيكم احنا على تواصل مع معارض عالمية وبالفعل نشوف أفكار جدا جميلة تنفذ في معارض الكتب، فبالتالي الآن بالإمكان إن شاء الله تنفيذها في معرض مسقط الدولي للكتاب. وش الجيد اللي قاعد ألاحظه أنه سنة عن سنة مساحة الطفل تتسع. أنا لاحظت هذه في تجوالي السريع قبل شوية فعاليات كثيرة للطفل ومساحة الطفل. يعني اللي تابع دورات المعرض معرض مسقط الدولي للكتاب يلاحظ الآن مدى النقل النوعية الكبيرة في موضوع الاهتمام بشريحة الطفل. يعني هكذا سنويا نشوف تتوسع البرامج، تتوسع الأنشطة والفعاليات، ففي تنشيط يعني لهذه الشريحة من ناحية الثقافية من ناحية تنمية المدارك الحسية حاضرة في معرض مسقط دولي الكتاب، وعليها إقبال على فكرة كبير، وهذا أيضا خلق لنا نوع من الجذب لدور النشر الكبيرة اللي تعنى بكتاب الطفل. أنت طالما يكون عندك برنامج ثقافي للطفل فتأكد أن دور النشر تتجه لك بشكل مكثف وبنوعيات يعني ذات جودة عالية في المضمون لكتاب الطفل. فالحمد لله الآن ربما تلاحظوا هاي السنة والسنة الماضية أيضا كان في كثافة من ناحية جودة ما يعرض في المعرض عندنا من ناحية كتاب الطفل. وتوقع المساحة كبيرة للأسرة وللطفل تحديدا، وأنا شفت المكان مهيأ وجاذب برسوماته صحيح. وألوانه يعني في أكثر من مسرح أكثر ومن من مساحة في مسرح في أربعة أقسام راح يعني تناول يعني برامج تستهدف الطفل بكل يعني مثل ما تقول جوانب اللي هو يعني يهتم فيها الطفل واللي تعني مباشرة في صقل المواهب يعني عديدة يلعب ويتعلم. وهذه على فكرة يعني هذه ضرورية حتى البرامج موجهة لشرائح الشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة صحيح. يعني فأيضا لها برامج لهم مساحتهم أيضا جميل. هناك في ناس أيضاً متخصصة أستاذ يوسف طبعا يعني للمشرفين على هذا لأن الطفل ما أي حد ممكن يخاطبه أستاذ رزاق صحيح أكيد ولا لا أكيد طبعاً محتاج طبعاً. إلى واحد قريب منه أكيد. ولا يفهم فكرة أيضا أكيد لا هو بالفعل يعني هم في ناس متخصصين أنا قريت بالبرنامج هم مستعينين بهم بتقديم هذه البرامج. هو يعني بالنسبة لفضاء الطفل طبعا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وفي لجنة مختصة من الوزارة وبالتنسيق مع لفيف هكذا من مختلف مناطق السلطنة جو خصيصا سواء تم طلبهم أو في متطوعين مختصين بشريحة الطفل هم يشرفوا على اللجنة اللي معنية بتنظيم هذا الفضاء الخاص ممتاز. بالطفل أيضا نحن في على فكرة يعني إدارة معرض مسقط دولي الكتاب مثل ما قلت لك يعني بداية كل عام احنا نحضر للدورة اللي بعدها، ففي فريق من إدارة المعرض تم إدماجه في يعني فرق عمل معنية بالطفل. يعني أنت الآن الطفل ربما استقباله من تهيئته من دخوله للمعرض إلى وصوله للفضاء هذه أيضا ترى مسألة مهمة. يعني على أساس أنك أنت كيف يدخل الطفل ولين يجي ولين يوصل لهذا المكان أيضا في هناك يعني عوامل جذب وعوامل تهيئة يعني ما يقدر أي حد يمارس يجيدها إلا من دخل في هذا الفضاء واشتغل واختلط بهم. ففي من إدارة المعرض احنا كل سنة نخصص مجموعة يروحوا للحضانات يروحوا للمدارس الابتدائية على سبيل المثال فيختلطوا ويعرفوا النفسيات وأحيانا رغباته وهذا جيد بالضبط. فهذه دور يعني مهم
تهيئ هاي المجموعة من دخولها إلى تواجدها إلى مغادرتها للمعرض. أنا شفت ورش للرسم ورش للكتابة أيضا ويسا قدر جيد. ورش للكتابة عملها الشاعر قاسم سعودي وهالسنة أيضا قادم من أجل أن يعمل يكمل المشروع. صحيح. وبعضها طبعت في كتاب كتابات الأطفال طبعت في كتاب أصدرته الجمعية. ممتاز. يعني الكتاب. في أسماس هذا يوسف أنا بخليك تروح أشوفك. لا لا عادي عادي عندك ارتباطاتك ما قبل الافتتاح. نعم. في أسماء معينة كذا من خارج السلطنة أو من داخلها أسماء تجذب القارئ أو ربما في محاضرة معينة تنتظر شاعر كاتب اسم معين؟ والله هناك مجموعة يعني مثل ما لاحظت البرنامج الثقافي حافل. ايه؟ بتكون مشاركة يعني على سبيل المثال عبد الرزاق عندك انت الجدول بعدين من ذكره بعدين معالي الشيخ معالي الشيخ مي آل خليفة بكرة عندها محاضرة من مملكة البحرين, هناك ايضا ندوة عن الراحل عبد الحسين عبد الرضا شارك فيها جميل. الفنانين سعد الفرج ومحمد المنصور بيكونوا موجودين ان شاء الله بيكونوا موجودين. ممتاز. يعني هناك ايضا ندوة عن يعني نقدر نقول هي ندوة وفاء وعرفانا للعلماء الأجلاء اللي صحيح. توفاهم الله. نعم رحمة الله عليهم. الشيخ جابر المسكري والشيخ سليمان من خلف الخروصي والدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. ففي أيضا يعني هاي من ضمن خلال فترة القريبة خلال أي نعم اللي توفوا قريبا قريبا. أيوة فالمعرض يعني حلوة هذه لحظة الوفاة. اللجنة المنظمة للمعرض ارتأت يعني مثل ما أشرت عرفانا ووفاء لهذه رحمة الله عليهم وعلى علمهم فبتكون لهم أيضا ندوة خاصة أثناء معرض مسقط دول الكتاب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة حقيقة. هناك أيضا مسرح راح يكون حاضر عروض مسرحية بتعرض مباشرة مسرح الشارع بيكون حاضر فرق فنون يعني المجال الثقافي إن شاء الله بكل تجلياته حاضر في تظاهرة ثقافية جميلة تشهدها مسقط خلال 10 أيام إن شاء الله هكذا يعني إن شاء الله تضيفون الدفء على شتاء مسقط إن شاء الله ولونها اليومين أساسا أيام حارة صحيح. لكن ما عليه إضافتكم جميلة صحيح. حرارة الكتب كما يبدو هناك أيضا ضيوف شرف يعني ممكن نذكر الأديب شكري المبخوت الحائز على جائزة البوكر مؤخرا وأيضا جائزة الملك فيصل من الجمهورية التونسية موجود موجودين أيضا مجموعة من ضيوف الشرف رئيس اتحاد الناشرين العرب الأستاذ محمد رشاد مجموعة من الأخوة مدراء المعارض العربية والخليجية أيضا متواجدين فالحمد لله بتكون هناك يعني مجموعة فاعلة إن شاء الله نعم. تحضر المعرض إذن هذه يعني رسالة دعوة لا تفوتوا معرض مسقط نهائيا إن شاء الله. كل الأمور مهيئة لكل من يزور المكان مهيئ المواقف يعني مهيئة مطاعم ومقاهي شفت هنا بعد حتى شبكة مواصلات من وإلى المعرض أيضا ميسرة المواقف مثل ما أشرت محمد تقريبا 4000 واي فاي موجود شبكة يعني الانترنت يعني هذه من أيضا من ضمن الأشياء تكلم أيضا عن مركز المعلومات هذا العام أيضا بيكون فاعل بشكل ثابت بشكل المتحرك غير المرئي الكتاب اللي هو الكتاب الإلكتروني يعني أيضا طبعا موجود بعض المكتبات فالعديد من والأهم إذا احترت في كتاب معين لا تحتار في مجموعة من الشباب موجودين فهرس المتحرك أحسنت قول له والله كتاب عبد الرزاق الربيعي التك بزر بيطلع لك كل نتاج عبد الرزاق الربيع صح ولا لا وين موجود في المكان الفلاني موجود فهذه من سهلت كثير جدا كثير سهلت واليوم أتوقع حتى من البيت بإمكاننا نحضر كتبنا صحيح. ندخل إلى الموقع بالضبط. صح سيد يوسف نعم. ندخل إلى الموقع ونختار ونعرف بالضبط. إيش اللي موجود حتى بالإمكان هناك رابط لتسجيل الزيارات يعني العوائل أو طلبة المدارس أيضا احنا نسقنا مع وزارة التربية هناك تسجيل إلكتروني اللي ممكن يتم من خلال الموقع الإلكتروني المعرض تسجيل عدد الزوار متطلباتهم إيش الأماكن اللي يبحثوا عنها فهي أيضا ميسرة وموجودة على الموقع الإلكتروني للمعرض نعم. صح. فإن شاء الله الخدمات حفلات توقيع الكتب أيضا هذه أيضا من الأشياء اللي لازمت المعرض والآن معد جدول مثلا بجناح جمعية الكتاب كل يوم بدءا من الساعة 6 تبدأ 3 حفلات يعني 3 حفلات اليوم ما شاء الله ممتاز نفس الجناح
جميل. نفس الجناح. جميل. صحيح. وناهيك عن الأجنحة الأخرى. صحيح. وهذا أيضاً. وأيضاً السمن مثل ما تفضل أستاذ عبد الرزاق في الأجنحة مثل جمعية كتاب والأدباء، النادي الثقافي، بيت الزبير، اللجنة الوطنية للشباب راح تنفذ برامج أيضاً والنادي ثقافية. والنادي الثقافي عرفت. والنادي الثقافي نعم. بتنفذ برامج في أجنحتها لبرامج ثقافية، وهذه أيضاً تكون رديفة للبرنامج الثقافي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك هناك امتداد للفعاليات الثقافية، يعني في بعض الفعاليات ما راح تكون في المعرض نفسه، بتكون في أماكن مثل المكتبة، مكتبة الطفل راح تكون فيها ندوة موسعة كبيرة للطفل يشاركوا فيها أيضا مجموعة من داخل وخارج السلطنة، يعني أسماء مهمة راح تشارك فيها. فهي أيضا الندوة راح تقام إن شاء الله في مكتبة الطفل إن شاء الله. إذن الكل سيجد ضالته إن شاء الله. هكذا تقولون أستاذ عبد الرزاق، الكل سيجد ضالته في معرض مسقط. استاذنك استاذ يوسف بوجود استاذ عبد الرزاق الى نهايه الحلقه، ولانشغالك انا يعني مقدر حضورك الى طاوله البث المباشر من هنا من المركز. شكرا جزيلا لك استاذ يوسف بن ابراهيم البلوشي، مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، الخليه التي لا تهدى نهائيا، خليه نحل مع رفاقه وزملاء. كل الشكر والتقدير لكم استاذ يوسف، شكرا جزيلا على هذا الجهد الجميل. ان شاء الله للجميع. الله يبارك فيك. فاصل قصير وضيف عزيز ايضا سينضم الى طاوله البث المباشر، خلوكم معنا. بكم جميعا عودة من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات، والحديث في البث المباشر عن الاستعدادات وعن الدورة 23 لمعرض مسقط الدولي للكتاب. ولازال معنا ويشرفنا الأستاذ عبد الرزاق الربيعي، كاتب والشاعر والمثقف والإعلامي الجميل. أستاذ عبد الرزاق مرحب بك. الله يخليك. شكرا. وينضم إلى طاولة البث المباشر الأستاذ سيف
الكندي مدير دائرة الإعلام بمجلس الشورى، وفي أيضا مساحة وجناح جميل لمجلس الشورى. أستاذ سيف مساء الخير. مساء الخير ومساء الأنوار أستاذ خالد، وأنا أتشرف أن أكون معكم في هذا النقل المباشر. أهلا وسهلا بك. جناحكم يعني كذا أنيق وجميل، وماخذ أيضا ركن كثير رائع في معرض مسقط. ما هي رسالتكم في مجلس الشورى للقارئ أو لكل من يزور معرض مسقط الدولي للكتاب؟ حقيقة مشاركة مجلس الشورى، وهي التجربة الثانية التي قامت بها دائرة الإعلام عبر مشاركتها في مثل هذه المحافل، ومثل ما أشرت سابقا في لقائك مع الأستاذ يوسف البلوشي والأستاذ عبد الرزاق بأن هذه تظاهرة ثقافية كبيرة تشهدها مسقط، وأردنا أن نكون مشاركين ولو بجزء بسيط في هذه التظاهرة الثقافية عبر إبراز الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، وتعريف المجتمع المحلي بأدوار المجلس التشريعي والرقابية، لأنهم أيضا جزء مكملين لما يقوم به المجلس من مناشط وفعاليات. فارتأينا كدائرة إعلام أن تكون المشاركة هي جزء من الرسالة والرؤية التي ينتهجها المجلس، وهي نحو مجلس فاعل في العمل التشريعي والرقابي. هذه كرؤية المجلس التي معتمدة من ضمن الهوية البصرية التي دشنت مؤخرا، وكذلك الرسالة والتي هي المساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة معا. ففي ضوء هذا الإطار جاءت مشاركة دائرة الإعلام بمجلس الشورى. نعم. في هذه التظاهر الثقافية. أستاذ سيف، ما هو عامل الجذب؟ عادة عامل الجذب مهم اليوم للقارئ وسط مجموعة من المشاركات والمساحات وغيرها. اليوم أنتم في الجناح المخصص لمجلس الشورى، ماذا يشد القارئ أو الزائر لكم؟ نعم، هو احنا قسمنا المشاركة إلى ثلاثة أجزاء. عندنا مشاركة للقراء والتشريعيين والقانونيين بصفة عامة من خلال إطلاعهم على أهم الدراسات وأهم الاتفاقيات ومشاريع الاتفاقيات والقوانين التي أقرها المجلس والتي درستها اللجان الدائمة بالمجلس، هذا عن طريق كتاب يضم إنجازات المجلس خلال فتراته السابقة والفترة الحالية أيضا، بالإضافة إلى الفئة الثانية وهي حتى فئة الأطفال أيضا استهدفنا من خلال هذه المشاركة عبر استحداث كتيب اسميناه كتيب رحلة إلى الشورى. والهدف من هذا الكتيب هو غرس المفاهيم والمصطلحات التشريعية والرقابية في الأطفال منذ نعومة أظافرهم. ممتاز. يجب أن نغرس هذا. طبعا الكتاب للطفل، وسبقا تطرقتم إلى هذا أثناء الحوار مع الأستاذ عبد الرزاق والأستاذ يوسف، الكتابة للطفل ليست سهلة وبسيطة كما يتصور الجميع. فعملنا كتيب بسيط حاولنا نبسط هذه المفاهيم والمصطلحات التشريعية بحيث يستوعبها الطفل عن طريق شخصيتين يقومان بزيارة المجلس، يستقبلهم أحد الموظفين ويشرح لهم المكونات التي يحتويها مجلس الشورى، المرافق الموجودة به بطريقة مبسطة، والأدوار التي يقوم بها أصحاب السعادة الأعضاء. ممتاز. أستاذ عبد الرزاق، مثل هذه المشاركات الرسمية والأهلية والخاصة، شايف أنها فعلا تثري دورة مسقط وحلو الاقتراب؟ يعني مثلا مجلس الشورى نعرف دوره ونعرف أيضا ما يقوم به والمتابعات بخلال وسائل الإعلام الإذاعة والتلفزيون وغيره، لكن الاقتراب بشكل أكبر ربما نجهل كثير من الأمور، فهم يكونوا موجودين ومساحتهم متاحة للجميع، أتوقع نقترب منهم بشكل أكبر. والواضح أنه سنة عن سنة تبدأ تكثر هذه، يعني التواجد يكون بشكل أوضح للمؤسسات وللوزارات والمؤسسات الخاصة حتى، فهي واجهة أصبحت يعني للتعريف بما تقوم به بدورها، وكذلك تبني صلة بينها وبين القارئ، بين يعني الزائر، بين حتى الزائر من خارج السلطنة. فحقيقة هذه يعني مؤشر إيجابي، ويؤكد أيضا حرص هذه المؤسسات على تواصلها والاقتراب بين الناس. نعم، الاقتراب بين الناس، وهذا ضروري ومهم أتوقع. مهم جدا. وفي حالة أنا أتوقع أخسيف هذا الأمر، إذا في حالة استفسار معين أو ملاحظة معينة
يقوم المختص اللي يكون موجود ممكن يجاوب على كثير من التساؤلات. أكيد وهذا هدف يعني ارتئينا أن تكون أيضا أن يكون الأشخاص الموجودون في المعرض أو في ركن المجلس من مختلف الدوائر بحيث أنه يجيبون على تساؤلات الزوار سواء فيما يتعلق بالأبحاث أو الدراسات التي تتوفر في مكتبة المجلس أو أيضا بالنسبة للجانب الإلكتروني كما تعلم ويعلم المستمع الكريم أنه تم تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس والذي يضم العديد من الأيقونات التي تسهل عملية حتى زيارة المجلس أصبحت ممكن التقدم بها إلكترونيا. وقفة سريعة. البث المباشر منكم أقرب. أعود لكم جميعا من هنا من مركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات والتحذير للافتتاح الرسمي إن شاء الله الساعة 7 مساء للدورة الجديدة 23 لمعرض مسقط الدولي للكتاب وتكون برعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار ونقل مباشر من خلال تلفزيون سلطنة عمان على عمان مباشر والقناة الثقافية والإذاعة مصاحبة أيضا لهذا الحدث ببرنامجين على الإذاعة الأجنبية من 5 إلى 6 إن شاء الله من يوم الغد الخميس واليوم من 6:30 إلى 8 برنامج يومي إن شاء الله من هنا من نفس هذا الموقع ومن نفس هذا المكان ومتابعة حثيثة لكل ما يدور في معرض مسقط الدولي للكتاب. ضيوف الشاعر والأستاذ والأديب والمثقف أستاذ عبد الرزاق الربيعي مرحب بك أستاذ عبد الرزاق والأستاذ الصديق أيضا سيف بن خلفان الكندي مدير دائرة الإعلام بمجلس الشورى مرحب بك أستاذ سيف. في عندكم صور أيضا في الجناح وملفتة أيضا للانتباه، إيش رسالة هذه الصور؟ طبعا هذه بمثابة أيضا الذاكرة البصرية لمجلس الشورى. حقيقة لدينا كنز من هذه الصور والتي لا يزال المجلس يحتفظ بها ويشارك بها في الفعاليات بين الفين والأخرى. أيضا ارتئينا أن تكون هذه الصور بارزة وتمثل الفترات المختلفة منذ الفترة الأولى للمجلس وحتى الفترات الحالية ويكون في تنوع في هذه الصور. من ضمن هذه الصور أيضا في كل عدد من أعداد المجلة يتم نشر صورة من ذاكرة الشورى للفترات المختلفة أيضا وبالمناسبة هذا العدد 30 هذا الجديد الجديد جزاك الله خير من المطابع مباشرة لمعرض مسقط الدولي للكتاب كعادة المطابع لا عادة المطابع نحو مجلس فاعل في العمل التشريعي والرقابي معمول بشكل أنيق. أستاذ عبد الرزاق أنت رجل صحفي ورجل صاحب كتاب ومجلات شوف معمول بشكل أنيق نتشرف إذا في هناك أي ملاحظات نستفيد منها أيضا جميل جميل سنستفيد يعني من ملاحظات القراء متابعين لهم متابعين احنا أنشطتهم هم يحاولون يعني يطلعوا من خلال هذا المطبوع إظهار الأنشطة وحتى مقالات ويعني يعني مقالات وأعمدة تتحدث عن الحراك الشوروي حتى سيف يكون العبود أحيانا في في وقت الاحتياج أنه يوصل إلى الناس وإلى المجتمع من خلال عمود في الصحافة وهذا جيد أيضا هذه دعوة لكم أيضا للمشاركة في العدد 31 القادم لأستاذ عبد الرزاق لا أستاذ عبد الرزاق هم هذا أصحاب الخلم الرائع والجميل من أقلامكم الجميلة أيضا التي ستثر المجلة بإذن الله. استفدتوا من الدورة السابقة صحيح لو في ملاحظات معينة أو غير الدورة السابقة اللي شاركت فيها لأول مرة هذه المشاركة كانت نعم الدورة 22 نعم فعلا استفدنا منها بحيث أنه تم أيضا إضافة الجانب الإلكتروني كنا نشارك فقط بالكتاب الورقي الآن أصبح لدينا شاشة تستعرض كافة المناشط أيضا التي يقوم بها المجلس بالإضافة إلى استعراض الموقع الإلكتروني والهوية البصرية إلكترونيا سوف تكون متاحة للزائر هذه من ضمن المستجدات الجديدة يعني وهذا نتوقع إضافة جميلة لمعرض مسقط إن كان في هذا الجناح
لمجلس الشورى او بقيه الاجنحه او دور النشر او المكتبات سيد عبد الرزاق، ان اليوم نستفيد من التقنيه نجيبها لصالحنا ولصالح الكتاب. بالضبط، هذا اصبحت ظاهره واضحه يعني في المعرض سنه عن سنه، انه هنالك يعني تركيز على الجانب الالكتروني والتقني، و يعني هذا ما يعني انه احنا اهتمينا بالورق وغفلنا الجانب الالكتروني، واليوم هو شغل الشاغل كثير من الناس، تكامل هي العمليه متكامله. فالكتاب الورقي موجود والكتاب الالكتروني موجود، التقنيه حاضره يعني بكل امكاناتها وتجلياتها، فهذا ايضا يعني اكو مواكبه للعصر. هذا معناته يعني ان المعرض هو لم ينقطع وانه ولم يكتفي ولم ينكفئ على على الكتاب الورقي، وانما هو منفتح على كل المستجدات اللي تحصل بالعصر. وهذا مهم، كان هناك وهذا تخوف مهم. كان هناك تخوف انه يطغى الكتاب الالكتروني على الكتاب الورقي، ولكن اثبت الكتاب الورقي مكانته ايضا الباقي. صحيح، وصامد وصامد فعلا. وبالعكس استفاد من ايضا من التقنيه اليوم. نعم. للترويج عن كتب وعن معارض وعن غيرها. بل هنالك بعض الكتب هي مصحوبه بقرص سيدي احيانا بقرص. ايوه صحيح، من يعني وجمع يعني الجناح ممتاز ممتاز صحيح. فهذا ايضا موجود ويحرص المؤلفون على هذه المساله. طيب اعتدنا استاذ عبد الرزاق على قبل 280 حرف على تويتر، اتوقع كان 140 صحيح، على 140 يعني زبده الحديث، والآن 280 شوية أطول من خلال الفيسبوك مثلا. هل اليوم في قارئ ممكن يقرأ لي 400-500-700 صفحة؟ والله القارئ الحقيقي موجود، القارئ اللي الحقيقي اللي يدور على المعرفة ويتخصاها وحريص عليها يعني هذا موجود. احنا لما في بعض الاماكن طبعا انت ما مو اكثر من تصفح هذا المواقع، لكن لما اريد يعني اختلي بنفسي اقرا كتاب دسم، فمن اسافر بالاستراحات بالعطل بالطائرة مسافة 8 ساعات أو 7 ساعات بالطائرة كتاب. ما أعتقد بإمكانك تفتح، حتى ممنوع تفتح أنك جهازك أو غير في بعض الطائرات أو الطيران. فتحس متعة الكتاب من حجمه أيضا، يعني رغم أنه يعني هذا يخليك أنه تعايش هذه الحياة بشكل كامل، الحياة اللي هي يلخصها الكاتب. أنا مرة عندي تجربة كثير جميلة، مرة كان عندي كتاب وحاب أقرأه، ويا أخي الوقت، وهذا يعني ما علي أنا أقول عن نفسي حتى يعني ما يصير، يعني أقول وقت ووقت ووقت، وأنت باستطاعتك أنك تقرأ، أجلت وأنا حاب أقرأ، فصارت عندي رحلة سفر كتاب من الحجم الكبير. من الحجم الكبير، قلت ما شي غير أشله معي. شليته وتمنيت أن لا يخلص. هذا اللي كنت خايف، مجرد ما تبدأ بالفصل الأول خلاص والله شكك الكتاب. أنا أقول يا طائرة زودي مسافاتك حتى لا أنت أتخيل. وفي العطل الطويلة أيضا نحتاج إلى هذه الكتب الدسمة، الكتب يعني هذه يعني يعني أيضا موجودة، هذا لا يلغي يعني صحيح شيء. أستاذ سيف الكندي بصورة شخصية، ماذا كذا في تجوالك السريع، ماذا شدك؟ وين بتتجه، وين بتروح في معرض مسقط؟ والله شدنا حقيقة الحضور من دور نشر حديثة، وأيضا تخصيص بعض الأجنحة لبعض الدول، وأيضا تخصيص جناح لولاية صلالة أيضا مشاركة حاضرة. ممتاز هذا. من ضمن الفعاليات المستجدة أيضا والحديثة في المعرض، بالإضافة إلى إصدارات وكتب جديدة وحديثة. طبعا اليوم أول يوم بعد الافتتاح راح نأخذ وقتنا ونستمتع أيضا. طبعا الجميع يحضر لستة. إيش اللي في انتباهك في 30 ثانية عشان الوقت يقول؟ والله الكتب الإعلامية والتي تنمي مقدرات الإعلامي نحن ما نهدف إليه، أنا وزملائي المشاركين من دائرة الإعلام بإذن الله. أقول لك لا تروح بعيد عن دهشة، كتاب دهشة الآن الأبعاد. لفت انتباهي وأنت تصفحه يعني، والآن حوار وإبحار سنضعه في مقدمة القائمة مع السيدة غالية آل سعيد، يجيك نسختك في تخوم عالمها الروائي عالمها الروائي. هذا حاورها سيد عبد الرزاق الربيعي.
نتشرب نسختي واصله ما بروح ادور هناك تحت نتشرب النسخه. سيد عبد الرزاق ايش اللي كذا شدك لوين بتتجه؟ والله حاليا العديد من الروايات الجديده اللي صدرت الفتره الماضيه ولم نتمكن من اقتنائها والحصول عليها، يعني حتى بسفراتنا كنا نروح وبعضها ما نحضر عليه. فالآن مدون فرصة بعض مدون لا ما مدون انت اللست طويلة وطويلة في الذاكرة من 10 إلى 10 سعد عبد الرزاق اللي يدور يلاقيه هنا. كل التحية لكم والتوفيق أيضا لمعرض مسقط في دورته القادمة. شكرا جزيلا لضيوفي الشاعر والمثقف والأستاذ عبد الرزاق الربيعي، شكرا جزيلا لك صديقي العزيز أستاذ سيف الكندي مدير دائرة الإعلام بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. وكان معنا أيضا الأستاذ يوسف البلوشي مدير معرض مسقط دولي الكتاب، شكرا أستاذ يوسف. وأيضا الأستاذ الفنان التشكيلية عالية الفارسية هي أيضا من مجلس إدارة النادي الثقافي. وتحية لفريق البرنامج في الإشراف الهندسي، مهندس يونس المسافر، مهندس سعود الحراسي، وفي هندسة النقل الخارجي مهندس سلطان الرواحي، مهندس سالم الشيدي، هندسة البث والوصلات مهندس طارق المعولي، مهندس محمد الوهيبي، مهندس المنتصر الجهوري. هذه تحيات خالد الحجري وتحياتي أنا خالد الزجالي، وفي الإخراج خالد بن درويش، أولاد ثاني عمان أمانة، فحافظوا عليها وكونوا دائما سواعد للبناء. في أمان الله. بدون عمان حتى الماء ليس بما